هل في حكم صدر من اسبانيا ضد حسين سالم؟ يا استاذ محمود، انا هرجع بس لسنه 2011 لما حصلنا على حكم من المحكمه الاسبانيه بتسليم حسين سالم لانه مدان، وان النيابه الاسبانيه عملت تحريات عن حسين سالم هنا، واتضح ان هو جاب فلوس من مصر عشان يغسلها هنا في اسبانيا، والمحكمه بناء على هذا مش بناء على الملف اللي كان جهاز الكسب غير المشروع اللي مقدمه، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ملف الدوله اللي كان جاي لا يرتقي، لان ده ملف الدوله بتقاضي فرد، يعني الملف كان ضعيف جدا بحضور طبعا قانونيين كانوا موجودين في الجلسه، ومحامي حسين سالم طبعا ببراعه شديده قدر قدام المحكمه يثبت ان حسين سالم ملوش اي دعوه بتصدير الغاز. ولكن المخابرات الاسبانيه والنيابه الاسبانيه عملت تحريات وصدر قرار القاضي بادانه حسين سالم. طعن حسين سالم محامي حسين سالم امام محكمه النقض، وجه حكم محكمه النقض ايد المحكمه الابتدائيه بتسليم حسين سالم لمصر لانه مدان. الحكم اللي صدر في مصر هيعرقل تسليم الاموال المجمده، ولكن مش هيمنع تسليمها، يعني طبعا لان مصر مضت على اتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد، وهنعمل جوله ثانيه نحاول ان الفلوس المجمده ديت ان هي اسبانيا تجدد تجميد الفلوس مره اخرى حتى يصدر حكم بإدانة حسين سالم. طيب. اللي أنا مستغرب له أستاذ محمود، فضل. يعني معلش، إن المحكمة الأسبانية تدين حسين سالم والمحاكم المصرية بتبرأه، يعني أنا يعني ما أعرفش إيه السبب.